وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. كلمات طيبات ناجى بها يونس عليه السلام ربه عز وجل بين ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وقيل ظلمة رابعة هي الغم. نادى النبي وهو مكروب يعتصر قلبه الغم والحزن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شق دعاؤه الظلمات الحالكة وبلغ سبع سماوات، فرجاه الله وبشر المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. والعجيب في هذا الموقف الجلل أن يونس لم يسأل ربه النجاة، بل أقر بوحدانيته مسبحا إياه، معترفا بضعفه وظلمه لنفسه. فكانت المكرمة الربانية نجاة من كرب عظيم لا يتخيل معه إلا الهلاك، دعاء بمنتهى الأدب مع الخالق المتعالي، وهذا سمت الأنبياء عليهم السلام. فهذا نوح لما يأس من قومه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ومثله فعل أيوب حين اشتد بلاؤه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فكان يناجي الله بأجمل الخضوع والافتقار: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم يسأله راجيا موقنا برحمته: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.